أما سلمى فقرتنا هلا فبتحكي عن أسلوب يحتاج لفن وحنكة وذكاء كتير كبير. سلمى لما بنتعامل مع الأشخاص قديش لأول مرة يمكن بيكون في انطباع دائم عند الأشخاص بياخدوا، فهون يمكن بيتدخل شخصية الفرد أنه يترك طابع إيجابي أو حتى سلبي، على أساسه ممكن نرجع نتعامل مع الأشخاص أو لا، أو نأخذ حذرنا منهم بشكل كتير كبير، أو نندفع بمواقف كتير كبيرة. عن اللقاء أو الانطباع الأول وعن فن مهارة التعامل مع الآخر رح نحكي اليوم بالتفصيل مع الأستاذة فاتن الغباش الاختصاصية في التنمية البشرية. يسعد صباحك أستاذة، أهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي أستاذة فاتن. خلينا نبلش من طريقة التعامل مع الناس. يمكن في كتير ناس بنسمع كلمة ما بيعرف يتعامل، أسلوبه مو منيح. طب شو هي الأساليب أساساً اللي الناس بتتعامل فيها مع بعض؟ عنا عدة أساليب، أهمها هي التعاطف بالشكل الحكيم بما يتناسب مع الهدف ومع الشخص للغاية، لتحقيق الغاية المطلوبة بين الطرفين. عنا التقدير، والتقدير هو مفتاح التواصل الفعال. عنا كمان بناء الثقة بين الأشخاص بحيث نحن نبني علاقة نوطد فيها التواصل بالشكل المطلوب. عنا كمان المجاملة الإيجابية البعيدة عن الكذب أو الإيهام، يعني زرع الأوهام، إنما هي بمعنى أنه عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. عنا عدة عوامل أو أساليب بنقدر نحن نستخدمها للتواصل الفعال مثل الحنكة والدراية من خلال الذكاء أو الذكاءات الثلاثة، اللي هي الذكاء الروحي اللي بمعنى شفافية الروح، والذكاء العاطفي، والذكاء الفكري. فهي الأسباب أو بعض من الأسباب الإيجابية لأساليب التواصل. كثير بنشوف من الأشخاص لما بيتعرفوا على بعض الأشخاص لأول مرة يمكن بيتركوا طابع سلبي، مع أنه هن أشخاص كثير جيدين بالحياة ولطيفين كمان بيكونوا، لكن كانطباع أول فبيكون انطباع كثير سيء. اليوم كيف نقدر نترك كانطباع أول يكون انطباع لطيف ومحبب عند الناس؟ من خلال المرونة والليونة في الطباع والتواصل، من خلال التعبير المناسب للموضوع المناسب أو الحوار المناسب اللي نحن مجتمعين لحتى نناقشه أو نتواصل بغاية تحقيق الهدف المطلوب. يعني المرونة في الطباع والليونة والاستخدام التعبير والألفاظ الجذابة أو اللي بتساعد على الإقناع بحيث نوصل لهدف أو لمصلحة مشتركة بين الأطراف. شو أكبر الأخطاء يلي بتلاحظ إنه ممكن يوقع فيها الشخص لما بيكون بلقاء أول، خاصة إذا كان لقاء عمل أو تعارف لأول مرة؟ شو هي أكثر الأخطاء اللي بتلاحظيها؟ هلا أحياناً بيكون بعض الأشخاص عندهم طبع فظ أو شديد، ما عندهم أسلوب في إيصال اللغة المناسبة بالتعبير عن هدفهم. أحياناً كمان بيكون في تردد وقلق أو اضطراب بسبب عدم الشعور بالأمان من الطرف الآخر. قد يكون الأمر متعلق بالشخصيتين، إما لأنه هذا الشخص الآخر اللي أنا عم بتواصل معه ما منحني الأمان والثقة المطلوبة، أو بسبب تجارب لإلي سابقة عديدة هي أدت إلى عدم الثقة بالآخرين. فهي أكثر شيء اللي بتعمل خلل بالتواصل ما بين الأشخاص. كمان أكيد في البغض والكراهية، يعني في كتير أمور هي سبب بأنه ما نقدر نتواصل مع الأشخاص بالشكل أو الأسلوب المناسب. أكيد كمان صفات الأشخاص بتلعب دور، أو سماتهم الشخصية مثل ما حكينا وقلنا أنه في أشخاص بيكون عندهم قدرة على التكيف أكثر، في أشخاص بيقدروا يتحكموا بطريقة تعاملهم المواقف الصعبة، في أشخاص طباعهم تفرض طريقة التعامل، يعني بنقول هذا شخص عنيد ممكن حتى يكون عارفان أنه غلطان بس خلص لأنه عنيد مستمر يضر عم يتصرف بهي الطريقة. خلينا نحكي كمان قديش بيتأثر أسلوب التعامل بالصفات الشخصية. هلا اكيد دائما الارباح بتعتمد على الاسلوب وعلى الشخص المقابل، اذا كان هو قادر على انه يوصل لي الهدف بالشكل المطلوب وباللغه المطلوبه من الناحيه
خلينا نقول التعاطف ما بين الأفراد، لأنه أكيد الذكاء العاطفي له تأثير قوي جدا بالإقناع وفن الإقناع والتواصل مع الآخرين. كمان إذا بدك الأمر بيعتمد كله على أنماط الشخصية، يعني عندنا ثلاث أنماط أساسية للشخصية الطبيعية اللي هي بتعتمد على ماهية الشخص وقدرته على استيعاب الآخرين. فهي الأمور كلها مع بعضها هي اللي بتشكل الصورة الصحيحة لحتى نتواصل بالشكل المطلوب. نسمع كثير عن عوائق التواصل مع الآخرين، إن كان مثل ما قلنا من ضعف ثقة بالنفس، إن كان من تجارب خاطئة. خلينا نحكي عن عوائق أخرى ممكن يكون لها علاقة بطبيعة البيئة أو المجتمع الموجود فيه الشخص، أو أي ظرف خارج عن إرادتنا. أول شيء عندنا العناد والتشبث بالآراء، بحيث بشكل هذا الشخص لنفسه حاجز ما بيستقبل فيه آراء الآخرين. وعندنا أيضا عدم الثقة، وعندنا أيضا عدم التقدير والاحترام بطريقة الحوار أو ما بين الطرفين بشكل عام. عندنا عدة عوائق، منها الافتقار إلى الذكاءات اللي حكينا عنها بالبداية. الذكاءات الثلاثة اللي بنفعلها مع بعض بيكون في قوة بتساعدنا على فهم المقصود حتى من الكلام، وإن كان الشخص اللي أمامي مو قادر يوصل التعبير المناسب، إنما أنا لما بكون أنا مشغل الذكاءات الثلاثة ومفعلها بالشكل الصح، أنا بيكون عندي قدرة لحتى أفهم المقصود من مراده أو كلامه. فالعوائق الأساسية هي قلة الاحترام والتقدير ما بين الطرفين، العناد والتشبث بالآراء، وعدم الفهم، وأيضا الافتقار إلى الذكاءات في التواصل الاجتماعي. نعم، هلأ نحن يعني فينا نقول شخصنا المشكلة بأسبابها المتعددة. خلينا نبلش نفكر إذا الشخص حس أنه هو بيعاني من هذا الشيء، كيف بيقدر يبلش يحل؟ يعني كيف بيقدر يبلش يغير شوي من نفسه؟ من خلال التعلم والتدريب على فن التواصل الاجتماعي عبر دورات تنمية خاصة بهي الفنون مثل الذكاء العاطفي والاجتماعي، ومن خلال تهذيب النفس وتمرين الطباع للتطبع بالليونة والمرونة. وإن كان هذا الأمر نحن ما الطبع اللي هو من سمة الشخصية الأساسية، في عنا أشخاص طبيعتهم هيك خلقة يعني، فما بنقدر نبتر هذا الطبع تماما، ولكن نقدر نهذبه بحيث نوظفه بالشكل المناسب مع هو عنده استعداد وقبول يمكن، وحتى يكون دريان هو في مشكلة معينة عم بيواجهها. هذا اللي أنا كنت بدي أحكي فيه. في أشخاص هن لأنه من بيئة متشابه، يعني بقلب البيئة هن أفراد متشابهين، فهن ما لهم حاسين إنه عندهم هي الغلظة والفظاظة في الطبع، فما ما بيكتشفوا هذا الأمر إلا ما بيحتكوا بالآخرين، وبيصير عندهم صدمات إنه شو القصة يعني. فهو لما أنت بتعرف إنه أنت في شيء منفر بطبعك لدى الآخرين، لازم إنه يكون عندك استعداد لتليين هذا الطبع بالشكل المناسب. وفي كتير وسائل يعني لحتى نحن نساعد أنفسنا لنشتغل على هذا الأمر ويصير عنا هاي المرونة وهذا التقبل. كتير حلو. أكيد. خلينا كمان نحكي عن يمكن أهم، خليني أقول هيك، الإرشادات اللي ممكن نتوجهيها للناس اللي عم يسمعونا بختام حديثنا. هلأ هو أهم شيء التقدير والاحترام. التقدير والاحترام هن مفتاح القلوب والعقول، وأيضا كمان بناء الثقة لدى الآخر كمان هو عامل فعال وداعم جدا للتواصل الاجتماعي وإيصال الأسلوب المناسب للهدف المناسب والربح المناسب. بس أنا بشكل عام بنصح نصيحة شاملة لكل ظروف الحياة والأحوال، وهي بتمنى من كل حدا عم بيشوفنا انه ياخذ فيها، من حيث انك انت تقدر ذاتك وتشتغل على السمو والرفعة بالتعامل مع ذاتك ومع الآخرين. يعني بقول بالمختصر، كن نبيلا، كن جميلا، كن واعيا، كن على استعداد للتغيير الإيجابي لحتى تقدر تعيش الحياة الجميلة بالله. لأنه لما نحن منوعة بالشكل الصحيح، نقدر ندرك أنه كل الظروف وكل أسباب الحياة هي بتستاهل أنه نعيشها بلذة وقبول.
أكيد نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وبنتمنى أن يكون عند كل الأشخاص هذا الذكاء بالتواصل مع الآخرين وهي المهارات. إذا ما كانوا معلش نحن نكون على دراية أنه عنا يمكن نقص بمكان معين، وهذا الشيء ما له غلط، ونسعى دائما لتطوير مهاراتنا. أكيد. كل الشكر لإلك ونهارك حلو يا رب. الله يسلمك، شكرا. شكرا لك ولتواجدك معنا. أهلا وسهلا.